إذاعة سلطنة عمان تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنتابع ما تبقى من تفسير الآية 172 من سورة البقرة، فإلى التفسير. فإن الله سبحانه وتعالى فرض علينا شكره، أمرنا بالشكر، والأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة عن الوجوب، هذا من ناحية. ثم إنه عز وجل قابل الشكر بالكفر وجعلهما نقيضين ليبلوني أأشكر أم أكفر. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، لا منزلة بين منزلتي الشكر والكفر. وبما أن الكفر متوعد عليه فالشكر إذن من الواجبات لأنه نقيض للكفر. فكيف يكون هذا الشكر غير واجب؟ على أن شكر النعمة في الحقيقة هو الوفاء بحقها، وذلك باستخدامها فيما يعود بالصالح على الذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بها وعلى أمته وعلى مجتمعه، وذلك أمر لا محيص أنه واجب. فإذا لم تستخدم النعمة في الصالحات انقلب الأمر إلى ضد ذلك، وكان استخدامها في عكس الصالحات، كان استخدامها في السيئات. وقد قال العلماء إن الشكر هو وضع هذه النعمة في موضعها واستغلالها فيما خلقت لأجله، استغلال هذه النعمة فيما خلقت لأجله. والله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الكون وسن نواميسه ثم شرع شرائعه، كانت هذه الشرائع منسجمة مع نواميس الكون، فما فرضه الله سبحانه وتعالى يأتي محافظة تامة على سنن الله تعالى في هذا الوجود ونواميسه في هذا الكون. وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الدعوة إلى شكر النعمة. وذهب قطب الأئمة في التيسير في تفسير هذه الآية الكريمة إلى أن الشكر المقصود هنا هو الشكر اللساني. لماذا؟ لأن ذلك أتبع بقوله سبحانه وتعالى إن كنتم إياه تعبدون. الله سبحانه وتعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، أتبع الله سبحانه وتعالى الأمر بالشكر قوله إن كنتم إياه تعبدون. والعبادة تشمل جميع أنواع الشكر، فحمل الشكر على الشكر الشامل لاعتقاد الجنان وقول اللسان وفعل الأركان، يعني ذلك أن يكون المراد اشكروا لله إن كنتم إياه تشكرون. وفي هذا ركاكة في التعبير، والقرآن الكريم يترفع عن ذلك. هذا حاصل ما قاله في التيسير، وما ذهب إليه في الهيميان مخالف لذلك، فقد ذكر في الهيميان أن الشكر المراد في الآية الكريمة هو استخدام الجوارح التي تغذت بنعم الله وانتفعت بهذه النعم في عبادة الله والإنفاق من هذه النعمة. ومذهب الإمام محمد عبده
أن الشكر المراد في هذه الآية الكريمة هو استخدام هذه النعم بحسب ما تقتضيه سنن الله سبحانه وتعالى، والانتفاع بها طبق نواميسه عز وجل، مع الاعتراف بنعمائه عز وجل باللسان، واعتقاد تعظيمه سبحانه وتعالى بالجنان، واستخدام الأركان فيما يرضي الله سبحانه وتعالى من أنواع الطاعات والبر. وأضاف إلى ذلك بعد أفطر بأن من الشكر أن ينفع الإنسان بنعمة الله سبحانه وتعالى نفسه وأمته وجنسه، فهذا معلول في ضمن الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه. ولقد ذكرت بأن الشكر على نعمة الله سبحانه وتعالى من الواجبات كما تقتضيه الدلائل، وهناك حوافز كثيرة تحفز الإنسان إلى الشكر، وأهم هذه الحوافز التفكر في آلاء الله عز وجل ومراحل أطوارها وحلقات أسبابها، ليدرك الإنسان عظم نعمة الله تعالى التي أسبغها عليه. فإن النعمة التي تصل إلى العبد صفواً عفواً قد مرت بحلقات من الأسباب كثيرة، ومرت بأطوار متعددة حتى وصلت إليه. فلقمة العيش التي يتناولها الإنسان، كم مرت هذه اللقمة على أطوار، وكم تقلبت بين العديد من الأسباب. فالله سبحانه وتعالى أنزل الماء من السماء وجعله مخزونا في هذه الأرض، ثم هيأ الله سبحانه وتعالى بحكمته من يغرس في هذه الأرض، وهيأ الله عز وجل وسائل الغرس من دواب وآلات وغيرها، وقد مر كل ذلك بالعديد من الأسباب أيضا. ثم إن الله سبحانه وتعالى هيأ من يستصلح هذا الزرع، ثم هيأ له من يحصده، ثم هيأ الله سبحانه وتعالى بعد ذلك من يأتي به إلى البلد الذي فيه هذا الذي رزقه. فقد يكون هذا الزرع يأتي من أقاصي الأرض في المغرب ليأكله من هو من أقاصيها في المشرق، فكم من فواكه وكم من مطعومات تصلنا من أستراليا ومن أمريكا ومن غيرهما من بلاد الشرق والغرب. وقد هيأ الله سبحانه وتعالى وسائل للنقل من تلك البلاد البعيدة القاصية حتى وصلت إلينا هذه المطعومات، ثم إن هذه المطعومات أيضا تمر بمراحل كالطحن وأنواع من الاستصلاح، ثم بعد ذلك يأتي دور الطبخ، وقد هيأ الله سبحانه وتعالى النار التي يطبخ بها، وهيأ الله عز وجل الآلة التي يطحن بها، ثم بعد ذلك تأتي هذه اللقمة إلى آكلها سائغة
فهذه من نعم الله عز وجل التي يجب على العبد أن يتفكر فيها وأن لا يمر بها هكذا كما يقال مرور الكرام من غير أن يفكر في أسبابها وأن يفكر في مراحلها. فلو شاء الله عز وجل إمساك قطر سمائه بأي وسيلة يستطيع الإنسان أن يغرس في هذه الأرض، ولو شاء الله عز وجل إمساك نبات أرضه كيف يكون هذا الإنبات، وإنما كل ذلك بمشيئة الله وبحكمة الله عز وجل. والله عز وجل يفتح عقول البشر على هذه الحقائق في آيات القرآن الكريم في مواضع عديدة. يقول سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ويقول سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغا للآكلين. ويقول عز وجل: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ففي هذا كله دعوة إلى التفكر في آلاء الله عز وجل. ولو فكر الإنسان في الثوب الذي يلبسه لأدرك عظم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. هذا الثوب أيضا مر بمراحل، ورثت شجرة قطنه وسقيت واستصلحت، ثم بعد ذلك كان أخذ هذا القطن ونسجه بالآلات، ثم بعد ذلك كانت الخياطة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي هيئ الأيدي العاملة في كل ذلك، وهو الذي هيئ الآلات المتعددة، وهو الذي هيئ الأسباب من الماء وغيره ومن صلاحية الأرض للنبات. فكل ذلك يستدعي شكر الله عز وجل على هذه النعمة. ولذلك عندما أراد الله تبارك وتعالى أن يذكر عباده بهذه النعم في سورة عبس ابتدأ ذلك بقوله: قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعام، في التفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى ما يحفز على شكر هذه النعمة. ومن فضل الله عز وجل على عباده أنه يرضى باليسير منهم، فقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من طريق أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا بجانب عدم استخدام هذه النعم في معاصي الله، وبجانب القيام بالواجبات. يرضى الله سبحانه وتعالى من عبده عندما يأكل الطعام أن يقول الحمد لله،
وعندما يتناول الشراب أن يقول الحمد لله. لم يكلف الله سبحانه وتعالى عبده بعد كل شربة يشربها وبعد كل أكلة يأكلها أن يقوم فيصلي 100 ركعة أو أقل من ذلك أو أكثر. هذا من فضل الله تعالى على عباده، ولو شاء ذلك لكان منه سبحانه وتعالى عدلا. واشكروا لله. الشكر كما سبق يتعدى بنفسه ويتعدى باللام. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذه الآية اختتمت بقوله سبحانه وتعالى إن كنتم إياه تعبدون، مع أن الشكر واجب على أي حال، فلماذا اختتمت بذلك؟ بعض العلماء قال إن المقصود بذلك إذ كنتم إياه تعبدون، بمعنى قال إن بمعنى إذ، واستبعد ذلك أبو حيان وهو بعيد. ذلك لأن إن بالكسر لا تأتي بمعنى إذ، وإنما التي تأتي بمعنى إذ أن بالفتح كما سبق. فقوله إن كنتم إياه تعبدون ليس المراد به إذ كنتم إياه تعبدون. ومنهم من فسر العبادة هنا بالمعرفة وقال إن المعنى إن كنتم إياه تعرفون. ومنهم من فسر العبادة هنا بقصد العبادة، أي إن كنتم تقصدون إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وقد وصف الألوسي كل واحد من هذين القولين بالانحطاط. فإذا ما هو المقصود بقوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون، مع أنه من المعلوم قطعا أن الشكر هم مطالبون به سواء عبدوا الله أم لم يعبدوه، وهم ولا ريب يعبدون الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا يخصون الله عز وجل بالعبادة. قوله سبحانه إن كنتم إياه تعبدون سيق لأجل هز مشاعرهم وإيقاظ أحاسيسهم بأن الله سبحانه وتعالى هو المفرد بالعبادة عندهم، فإذا كان مفردا بالعبادة فعليهم أن يفردوه بالشكر كما يفردونه بالعبادة، لأن الشكر من ضمن هذه العبادة. فمن لم يشكر الله لم يعبده. لما كان شكر الله عز وجل من ضمن العبادة وهم يفردون الله عز وجل بالعبادة، فإذا عليهم أن ينتبهوا بأن عليهم أن يفردوه بالشكر وألا يشكروا غير الله سبحانه وتعالى من الأسباب التي هيأها الله. وإن كان كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فليس المراد بذلك أن يكون شكر الناس كشكر الله، لأن شكر الله عز وجل شكر عبادة، خضوع، انقياد، طاعة مطلقة. أما شكر العباد فهو الاعتراف بالجميل الذي يثنونه والدعاء لهم بالخير ومكافأتهم على هذا الجميل. هذا الذي عناه الشاعر في قوله أفادتكم النعماء مني 3 يدي ولساني والضمير المحجبا. أما شكر الله سبحانه وتعالى فهو عقيدة في القلب بأنه وحده هو المنعم المتفضل على العباد،
ومصدر كل نعمة، وقيام بواجب هذه النعمة باستخدامها في طاعة الله والاستعانة بها على عبادته، والاعتراف بأنه تعالى وحده المنعم على هذا الشاكر الذي أسبغ الله عز وجل عليه هذه النعمة. فيتبين بهذا أن هذه الآية الكريمة سيقت خاتمتها مساق قول القائل: إن كنت أخاك فأحسن إلي، مع أنه يطالبه بالإحسان على أي حال، ولكنه يريد أن يهز من عطفه وأن يحرك مشاعره في قوله: إن كنت أخاك فأحسن إلي. وكما يقول السيد لمملوكه: إن كنت سيدك فأطعني. فليس المقصود بذلك أنه لا يطالبه بهذه الطاعة إلا إذا كان سيدا له، ولكن المقصود بذلك أن ينبهه بأنه له سيد وأن طاعته عليه واجبة. هكذا سيقت هذه الآية الكريمة. ويقول الإمام محمد عبده بأن هذه الآية لا يتصور معناها ومغزاها إلا من اطلع على تاريخ الملل في وقت ظهور الإسلام وقبل ظهوره، وأحوال أصحاب هذه الملل، فإن الناس في ذلك الوقت كانوا أصنافا، سواء المشركون أو أهل الكتاب، وكانوا كثيرا ما يحرمون على أنفسهم الطيبات، لا لاعتماد على حكم شرعي، ولكن للانقياد للرؤساء والمتبوعين على طريق التقليد الأعمى. وقد كان النصارى من بين هؤلاء يعتقدون أن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بإحياء الروح، وأن الروح لا تحيا إلا بإهانة الجسد، فلذلك كانوا يجتنبون كثيرا من الطيبات. ومن اجتنابهم لهذه الطيبات أن بعضهم كان يجتنب جميع المآكل اللذيذة والمشارب اللذيذة لأجل إهانة الجسد، وهذه هي درجة القديسين عندهم. وقد يجتنب أيضا بعض هذه اللذائذ الطيبة كثير من القسيسين وغيرهم من علماء دينهم الذين لم يبلغوا إلى مرتبة القديسين. وكانت هناك أعمال يقوم بها عامتهم فيها تحريم طيبات لهم تحريما موقوتا، وذلك بالصيام، فقد كانوا يصومون صوم القديسين، وكانوا يصومون أنواعا أخرى من الصيام. في هذا الصيام كانوا تارة يحرمون على أنفسهم اللحم والسمن ويأكلون السمك، وتارة يحرمون أيضا بجانب ذلك على أنفسهم السمك والبيض بجانب تحريمهم اللحم. وقد استوحوا ذلك من آبائهم السابقين الوثنيين الذين كانوا أيضا بجانبهم
يمتنعون عن كثير من الطيبات لأجل إرهاق النفس بالتكاليف وتقوية جانب الروح على جانب الجسد. وقد رأوا فيما تدعو إليه ديانتهم وفيما كان عليه السيد المسيح عليه السلام وحواريوه من الزهد والعزوف عن الدنيا ما يؤيدهم على هذا المسلك. والله سبحانه وتعالى بما أنه جعل هذه الأمة أمة وسطا لم يجعل شأنها شأن البهائم في التهام الملذات وتناول أنواع المطعومات على اختلافها واتباع الشهوات، ولم يجعل أيضا شأنها شأن أولئك المحرومين من طيبات الجسد، وجعلها الله سبحانه وتعالى أمة وسطى تراعي مطالب الروح وتراعي مطالب الجسد، فكلما المطلبين وفي حقه في ملة الإسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. والمفروض على هذه الأمة أن تتحرى الحلال الطيب في طعامها وفي شرابها وفي ملبسها وفي كل شيء من شؤون حياتها، وأن تتجنب الخبيث، واتقاء الشبهات من أكبر الوسائل للمحافظة على المباحات فقط واجتناب المنهيات. ففي الحديث الذي أخرجه الشيخان عن النعمان لبشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعرفهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وقد كان السلف الصالح أحرص ما يكونون على اتقاء الشبهات، بل كانوا يتركون أبوابا من المباحات خشية الوقوع في المحرمات، كما روي عن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. فأين هذا المسلك من مسلك عالم اليوم الذي ينساق وراء المحرمات على اختلاف أنواعها غير مبال بحكم الله تعالى، فضلا عن الشبهات التي يغرق فيها إلى الأذقان؟ نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، ونسأله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فإن الله عز وجل يقول كما جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني والديلمي والبيهقي من طريق أبي الدرداء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إني والإنس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق فيعبد غيري وأرزق فيشكر غيري. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لعبادته ولشكره ولأداء طاعاته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا في الآخرة والأولى، وخذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مستمعي الأعزاء،
كنا مع تفسير الآية 172 من سورة البقرة. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.